أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يلمز من يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله بالجامي؟ إيه؟ جامي يا حبذا، هل جامي هذا اللي يأمر بالسمع والطاعة ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا حبذا هل جامي هذا؟ نعم، هذا قاله الرسول، ما هو بالجامي، الرسول قاله وأمر به، الله قبل الرسول أمر به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هو بالجامي، الله أمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به الله ورسوله، ما هو بالجامي اللي أمر به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذا مثل اللي يقول اللي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك هذا وهابي، لا تطيعه، هذا مذهب خامس، هذا وهابي. يا حبذا ذا الوهابي الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، سمه ما شئت،